الأساتذة في المدارس علمونا إن الأدب إن الأدب فضلوا عن العلم. والأهالي في البيوت فهمونا إن الأدب برضو الأدب في الدنيا هو الأهم. يعني لازم الأدب وبالاحترام يبقى العتب. يعني لازم الأدب وبالاحترام يبقى العتب. دلوقتي بنشوف العجب دلوقتي بنشوف العجب وعلى أدبنا بيعيرونا. اللي اللي من أستاذه والعجوز يكسر عكازه والطيبين ضوي الداسه ونعتبنا يغلطونا. اللي ما بيكبرش لغيره واللي عايش لاغي ضميره كله غير خط السير وبغلطهم غرقونا. اللي من أستاذ والعجوز يكسر الكاس والطيبين بقوا يتداسوا ونعتبنا يغلطونا. اللي ما بيكبرش لغيره واللي عايش لاغي ضميره كله غير خط السير وبغلطهم غرقونا. قلتوا في يا رب وسلم كلها في ظهري بتتكلم وشك تحضن وتسلم وحاجات غريبة بتحصل بقينا منها عيني بنتألم. قلت في يا رب وسلم كلها في الظهر بتتكلم وشك تحضن وتسلم وحاجات غريبة بتحصل بقينا منها عيني بنتألم. الشمال اسلوب حياة والعامل انه حبيبك ربك يستر من اللي وراك. الغلط دلوقتي ميزة والشمال اسلوب حياة والعامل انه حبيبك ربك يستر من اللي وراك. كله عالتاني بقى يعلم واللي يبلطج يبقى معلم والنصاص بقت تتكلم كله راح يا حول الله. كله عالتاني بقى يعلم واللي يبلطج يبقى معلم والإنصاص بقت تتكلم كله راح يا حول الله. قلت في يا رب وسلم كلها في الظهر بتتكلم وفي وشك تحضن وتسلم وحاجات غريبة بتحصل بقينا منها يا عيني بنتكلم.